ولمتابعة ينضم إلينا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين. سيد خليل، حراك متزامن في رام الله وغزة لمطالبة السلطة برفع العقوبات عن القطاع، هل يمكن القول أن السلطة الفلسطينية اليوم أمام امتحان أمام شعبها الغاضب والذي ذاق ذرعا من الإجراءات العقابية المتخذة ضد قطاع غزة؟ من هذه المشاركة الواسعة اليوم في المسيرة في مدينة رام الله ومن حاء مختلفة أيضا من الضفة الغربية، هناك من جاء من الشمال ومن القدس ومن جنوب الضفة الغربية، لتؤكد على أن الشعب الفلسطيني موحد وهمه موحد وعدوه واحد أيضا، ولذلك فإن هذا الشعار الذي رفعته هذه المسيرة يؤكد أن الفلسطينيين جميعا سوف يهبوا للدفاع عن حقوقهم وبما في ذلك التصدي للعقوبات المفروضة على قطاع غزة. هل هناك نتيجة؟ أنا أعتقد أن الأيام السابقة أظهرت بأن هناك استجابة ولو على مستوى الاجتماعات بعد الإعلان عن التحضيرات لمثل هذه المسيرة وتحديد موعدها، حيث عقدت عدة اجتماعات على مستوى قيادي في حركة فتح وكذلك على مستوى أعضاء من المجلس الوطني وأيضا على مستوى التحضيرات لعقد اجتماع على مستوى اللجنة العليا لتطبيق قرارات المجلس الوطني، مما يشير إلى أن هناك حالة من القلق أو على الأقل إدراك بأن الأمور تسير باتجاه تطوير هذا الحراك انطلاقا من ضرورة أولا تحقيق الهدف بإنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، مرورا بضرورة إنهاء الانقسام الحالي، وثالثا التأكيد على أنه رغم حالة الاستقطاب التي تأتي في سياقها العقوبات ما بين حركتي فتح وحماس، إلا أن الشعب كما ظهر اليوم موحد وكما ظهر في كل جمعة إلى أي مدى يعبر هذا التحرك الشعبي الشبابي على الوحدة الوطنية وعلى اللحمة الوطنية الفلسطينية؟ هناك مشاركة واسعة من مختلف الفصائل كانت هذا اليوم في المسيرة، والملفت أن من قادوا هذه المسيرة ورددوا شعاراتها هم من جيل الشباب، هم من المجموعات الشبابية التي كان لها نشاط واسع، مما يشير إلى أن هناك حالة تتطور أيضا خارج المنظومة التقليدية للعمل السياسي الفلسطيني، مجموعات شبابية تأخذ زمام المبادرة بيدها وتستطيع أن تحشد معها وخلفها أيضا وإلى جانبها آلاف من الفلسطينيين من مختلف الأعمار، ولذلك أعتقد أن هذا الدرس يجب أن يفهمه الجميع بأن الشباب اليوم يؤكد بأنه موحد وأن هذا الجيل الذي تربى عموما ونضج خلال فترة الانقسام وتزايد الاعتداءات الإسرائيلية وتعمق الاحتلال والاستيطان عازما على أن يأخذ زمام الأمور بيده مع الشعب الفلسطيني إن لم تستجب القيادة لضرورة تغيير المسار السابق وإنهاء العقوبات على قطاع غزة وإنهاء الانقسام. قيادات من الفصائل الفلسطينية أيضا ربما كانت موجودة في هذا تخللت هذا الحراك الشبابي، طالما هناك هذه القيادات ماذا ستكون الخطوة القادمة وإلى ماذا سيتطور الوضع في حال لم تستجب السلطة الفلسطينية؟ إن كانت هناك دعوات هذا اليوم في نهاية المسيرة إلى ضرورة تكرار الوقفة مرة أخرى يوم الثلاثاء، علينا أن ننتظر لنرى المجموعات التي قامت بالتحضير لهذه المسيرة بالنسبة للخطوات السابقة أو البرنامج القادم. أعتقد أن هذه كما فهمنا هي خطوة أولى في سياق حملة متواصلة تتعلق أولا بإنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، لأن هذا يعني ضرورة الفصل ما بين حقوق الشعب الفلسطيني وما بين حالة الانقسام، ولا يجوز أن تستخدم حقوق الشعب كأداة من أجل في سياق الاستقطاب الداخلي بين حركتي فتح وحماس، فالشعب الفلسطيني ليس مسؤولا عن الانقسام والمسؤولون عن الانقسام في الحركتين عليهما أن يبادر لحل هذه المشكلة المزمنة والتي تضعف الشعب الفلسطيني وتضعف قدرته على مواجهة المخاطر المحتقة بالقضية الفلسطينية. ستكون هناك سلسلة من الفعاليات وأعتقد أننا سوف نشهد توسيع لهذا الحراك ليشمل تجمعات فلسطينية أخرى، أعتقد أن هناك حراك مماثل سوف يتكرر في الأراضي 48 وهو بدأ على أي حال خلال الأسبوعين الماضيين، وهناك أيضا حراكات قد تكون متزامنة في بعض تجمعات الشتات الفلسطيني. الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.